لجنة الانتخابات الرئاسية قرارا سيتلوه حضراتكم معالي المستشار أنور العاصي رئيس اللجنة، ثم بعد ذلك سأتولى الرد على استفساراتكم وأسئلتكم إن شاء الله. فليتفضل معالي المستشار رئيس اللجنة ليتلو القرار التي أصدرت. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. السادة الحضور الكرام، قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 12 لسنة 2014. نص دستور جمهورية مصر العربية المعدل الصادر في عام 2014 في المادة 228 من على تولي لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بأحكامه الإشراف الكامل على أول انتخابات رئاسية تالية للعمل به. وقد قررت لجنة الانتخابات الرئاسية بعد المداولة ما يلي: أولاً، فتح باب الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2014 اعتباراً من غد الاثنين الموافق 31/3/2014 حتى يوم الأحد الموافق 20 إبريل 2014. وتتلقى اللجنة الأوراق من طالب الترشح خلال هذه الفترة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً ما عدا اليوم الأخير، فينتهي الميعاد الساعة 2 مساءً. ثانياً، يتم الإعلان عن المتقدمين بطلبات ترشح وأعداد المؤيدين لكل منهم في جريدتي الأهرام والأخبار يوم الاثنين الموافق 21/4/2014. ثالثاً، يكون تلقي اعتراض طالب ترشح على آخر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 22/23/4/2014 بدءاً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً. رابعاً، يتم فحص طلبات الترشح والفصل في اعتراض بعض طالب الترشح على البعض الآخر خلال أيام 24/25/26/4/2014، ويختر غير المقبولين في يوم الأحد الموافق 27/4/2014 بقرار الاستبعاد وأسبابه على محل الإقامة المختار بواسطة أحد المحضرين المنتدبين باللجنة ويعزز بورقية تلغرافية. تاسعاً، يكون اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية في يومي السبت خامساً، لمن تقبل طلبات ترشحهم أن يتظلموا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يومي الثلاثاء الاثنين والثلاثاء الموافقين 28/29/4/2014 وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى 8 مساءً. سادساً، تفصل اللجنة في التظلمات المشار إليها بالبند السابق خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 30/4 و1/5/2014، ويجوز لطالب الترشح سحب طلب ترشحه قبل الإعلان عن القائمة النهائية. سابعاً، تعد القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الجمهورية وفقاً لأسبقية تقديم طلبات الترشح وذلك يوم الجمعة الموافق 2 مايو عام 2014، وتنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأهرام والأخبار. ثامناً، يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية هو يوم 9 مايو عام 2014، وتنشر طلبات التنازل خلال يومين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأهرام والأخبار. تاسعاً، يكون اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية في يومي السبت والأحد الموافقين 10 و11/5/2014. عاشراً،
تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 مايو 2014 وتنتهي بنهاية يوم الجمعة الموافق 23/5/2014، وتحظر الدعاية الانتخابية في يومي السبت والأحد الموافقين 24 و 25/4/2014 فضلا عن يومي الانتخاب. 11، يكون اقتراع المصريين بالخارج في الجولة الأولى خلال 4 أيام تبدأ من الخميس 15/5 وتنتهي الأحد 18/5/2014 اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء وفقا لتوقيت كل دولة. 12، يجرى الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية داخل البلاد في جولته الأولى خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 26 و 27/5/2014 اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء من كل يوم في اللجان الفرعية التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية وفقا لكشوف الناخبين التي اعتمدتها. 13، تتلقى لجنة الانتخابات الرئاسية الطعون في قرارات اللجان العامة في موعد غايته الخميس الموافق 29/5/2014. 14، تفصل لجنة الانتخابات الرئاسية في الطعون المشار إليها بالبند السابق خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 30 و 31/5/2014. 15، تعلن نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في موعد غايته يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2014 وتنشر في الجريدة الرسمية، ويختار رئيس الجمهورية المحصول على الأغلبية المطلوبة في هذه الجولة. 16، تبدأ الحملات الانتخابية لجولة الإعادة إن وجدت اعتبارا من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة 12 ظهر يوم الأحد الموافق 15/6/2014. 17، يجرى اقتراع المصريين بالخارج لانتخاب رئيس الجمهورية في جولة الإعادة إن وجدت خلال 4 أيام تبدأ من 6/6 وتنتهي في 9/6/2014 اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء وفقا لتوقيت كل دولة. 18، يجرى الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في جولة الإعادة داخل البلاد خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 16 و 17/6/2014 من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء كل يوم منها. 19، تتلقى لجنة الانتخابات الرئاسية الطعون في قرارات اللجان العامة عن جولة الإعادة في موعد غايته نهاية يوم الخميس الموافق 19/6/2014. 20، تفصل اللجنة في الطعون المشار إليها بالبند السابق خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 20 و 21/6/2014 وتسمع أقوال الطاعن يوم السبت. 21، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية في موعد غايته يوم الخميس الموافق 26/6/2014 وتنشر في الجريدة الرسمية، ويختار رئيس الجمهورية المنتخب. وتهيب لجنة الانتخابات الرئاسية بأفراد هذا الشعب العظيم المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ألا يتراخوا في ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب رئيسهم الذي يرضونه بكل حرية، واللجنة في حالة انعقاد دائم لأداء مهامها التي ناطها بها الدستور والقانون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي المستشار رئيس اللجنة، وأود لحظة أود أن أوضح أمرا هاما، وهو أن لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبارها هيئة قضائية يحظر على رئيسها وأعضائها ولا يليق بهم أن يبدوا رأيا في أي مسألة قد تعرض عليهم. لذلك
يعني أنا تحت أمر حضراتكم في ما تريدون توجيهه من أسئلة، وأرجو عدم توجيه أسئلة للسادة رئيس وأعضاء اللجنة. تفضل سيادتك. أهلا وسهلا. سيادة رئيس اللجنة أشار أن في حالة استبعاد مرشح من المرشحين يُختر على يد محضر إلى عنوانه المقيم فيه، لكن الرأي العام يود محل المختار الذي يحدده تمام طالب الترشح. لكن المطلوب يعني للرأي العام إعلان أسباب استبعاد هذا المرشح لجلاء ما بصدور الرأي العام من جهل أو عدم علم. إن شاء الله بالتنسيق مع وسائل الإعلام كل الأمور التي يمكن إعلانها وليست فيها سرية كمداولات اللجنة وما إلى ذلك ستعلن إلى المواطنين جميعا إن شاء الله. الشق الثاني سعادتك، ما هي الآليات التنفيذية من قبل اللجنة العليا لضمان عدم التجاوز خلال الحملات الانتخابية الرئاسية من قبل المرشحين وأنصارهم؟ اللجنة شكلت لجنة لمتابعة الحملات الانتخابية أو الدعاية الانتخابية، وستتولى هذه اللجنة يعني الإبلاغ عن أي مخالفات واتخاذ التدابير أو اقتراح التدابير التي يجب أن تتخذها لجنة الانتخابات الرئاسية في هذا الشأن. تفضل سيادتك. مستشار الإعلام اتحاد القبائل العربية، نعلم ما يحيط بالدولة المصرية من مخاطر وطوق ناري حول الدولة المصرية، وما رأي اللجنة في الأموال المشبوهة التي قد تدخ بطريق غير قانوني للدولة المصرية في وخاصة في مناطق البعيدة والنائية عن الدولة المصرية؟ إجابة السؤال السابق هي ذات إجابة السؤال اللي عرضته سيادتك. في لجنة هتتابع مخالفات الدعاية الانتخابية إن شاء الله ومخالفات التمويل، والقانون وضع نظاما محكما لتمويل الحملات الانتخابية. تفضلي حضرتك. سعاد طنطاوي، مساعد رئيس تحرير الأهرام. سؤالي